حي الله البنات. اقول يما عليا روحي يما شوف القهوه. هي روحي ايش فيك؟ ان شاء الله يما. حي الله من جانا. الله يحييك يا خالتي. شمي 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 ريحه القهوه شلون تشق الراس، دوختني. شكرا محمد عبده. شكرا. على البال. والله الحمد لله ان في عمارتنا في بنات سعوديات مننا وفينا على الاقل. اي خالتي احنا السعوديين قعدتنا ونيسه. اقول يمه انتوا وش ينقال لكم؟ شلون يعني خالتي؟ يعني من هي قبيلتكم؟ من اي قبيله انتوا؟ يمه ايش فيك؟ اي قبيله ما قبيله، هذول مو من الرياض. لحظه لحظه تعالي، واذا ما كنا احنا من اهل الرياض خير؟ يعني اهل الشرقيه ما عندهم قبائل؟ الا خالتي احنا عندنا قبيله، بس والله نسيت ما ادري وش هي، بسال ابوي. ما تعرفين قبيلتكم؟ تسالين ابوك؟ زين وانتي من وين؟ انا؟ اي خاله احنا حضر من جده. من جده يعني حجز. بنات جربوا القهوه، ترى اول مره اسوي قهوه، ان شاء الله تعجبكم، قولي لي رايكم فيها. حلوه حلوه. بس قهوه اهل الشرقيه احلى، ما يعلى عليها طبعا. بس تدرين شلون عليا؟ انت بدون نقاب وجهك مره طفولي، بنقاب صايره مره كبيره. ايه يا حبيبتي احنا هذا سلكنا، في امريكا في السعوديه في اي مكان لازم البنت تغطي وجهها. الله يديمها عليكم من عاده يا رب. الله يسمع منك يا يمه. بس خالتي انت ما تملين بروحك كله قاعده وعليا كل وقتها بالمعهد؟ لا والله عليا معطيتني هاللابتوب اطالع فيه مسلسلات تركيه، مع انها يعني مسلسلات قديمه بس تونس، شو اسوي؟ مسلسلات تركيه يمه على مين؟ ترها 24 ساعه جلسه على سكايبي تسولف مع ابوي. والله حركات يا خالتي، حب وغرام وغزل وسكايب. الله اكبر، اي حب وغرام، فشلتيني والله، انها سوالف عاديه وبعدين النت كل شويه ينقطع. اقول انا بروح انام، لا يزيد الحكي معكم، بروح انام، انا ما فيني شد على السهر. خاله تسلم يدك على العشاء، مره يجنن. حبيبتي فيه العافيه ان شاء الله. تسلم يدينك خالتي، بس ها قبل ما تروحين خذي هذا اللابتوب وسلمينه على ابو العيال وقولي له تصبح على خير في سكايب. ان شاء الله. تعالي يما عليا بغيتك. انا منكم. هيا قومي. وين؟ البيت. فين يعني؟ اصبري على الاقل ترجع البنت، عيب، خلينا نسلم عليها اول. اها يعني انت تبغيهم يطردوكي؟ ناموا. من قال لك انهم بيطردونا؟ يا بنتي عاليه راجعه، ايش في كذا قاعده ومكشره؟ ما سمعتيها لما قالت حجز؟ عيب، احنا في بيوت العالم، وبعدين ايش فيها حجز؟ مو سبه. ساره. سلمى. هدي هدي وروقي، ايش بك يا بنت؟ والله بتضحك معاكي، ما في احلى من اهل جده، اهل الرخاء والشده. تفضلوا، معليش تاخرت عليكم. يا بنت. شكرا. يا بنت ترى انتفخت بطوننا واحنا ناكل منه. عشان اسوي؟ امي فتح قامت تفتح الشنطه وقالت روحي حطي البنات كليجه، خليهم يذوقونها. بنات ما قلتوا لي، كيف لقيتوا العيشه هنا في امريكا؟ هي مريحة، يعني حسيت انه اقدر اسوي كل شيء لحالي. حلوة، بس المشكلة انه انا عندي اخوي محمد، صاير كأنه طفل بزر، بس امشي واركض وراه. حرام عليكي، مرة احبه. تحبي؟ تعالي اجل غسلي من وراه ونظفي من وراه وشيلي من وراه وحطي من وراه، وتعالي شوفيه لما يدخل الحمام ياخذ شاور، اعوذ بالله، يصير الحمام بركة سباحة. بس تدرين شلون؟ روحي انت تكلمي معاه. والله جد يخاف منك اساسا، من هذاك الدرس اللي اعطيتي اياه ما يسميك الا ابله سلمى. اي بس انا بصراحه ما اشوف نفس المعامله، احس انه بعض الناس كذا يناظرني بنظره غريبه. شلون يعني؟ ما ادري، يعني كذا احس انهم متحملين على الاسلام. ما حسيت. اي انت عشانك ما تلبسين زي المسلمين. يعني ايش تقصدي بالضبط؟ لا انا مو قصدي كذا، يعني يعني انت صراحه لبسك ما يدل انك مسلمه. لا يا حبيبتي، انا مسلمه والاسلام مو بالمظاهر. سلمى ترى عليا معها حق، يعني انت فكري فيها، واحده تطلع بعبايه ونقاب وبامريكا، ايش بتصير ديانتها يعني؟ يهوديه؟ يعني انا اليهوديه؟
شوفي انت شكلك كذا يعطي على مسيحيه، يعطي على اي ديانه ثانيه بسبب هالصبغه اللي انت حاطتها. لحظه، تذكرين هذاك الامريكي اللي هزاني في ستاربكس؟ اقول تستاهلي عليا. اتخيلي دخلنا ستاربكس والطابور واقف لين اخر الشارع، والبرنسيسه تجي وتتعدى كل احد وتوقف اول الطابور. انت متخيله الموقف؟ لا لا لا، مو معقوله كذا تتجاهلين الطابور كامل يا ساره. لا قويه، حتى لو ما يستحمل ما له داعي قاعد يقول لي ذاك الكلام. والله انتم في بلدكم ما في نظام، احنا بلدنا في نظام، انتم بلدكم ما في قوانين، احنا بلدنا في قوانين، ترى كلنا في الاخير في ستاربكس. صراحه يعني ما اعرف ايش اقول لك، بس انا بعدت منها وسويت نفسي ما اعرفها. Which country you are from? In this country we respect people. In this country we respect lines. Look look look. Do you know where your place is? Do you see this line? In the end of this line, if you keep behaving like that, you people will be always in the end of all lines. شفتي شلون ظلمتي البنية؟ حرام طلعت مسكينة وكذا طيوبة. طيوبة اوكي، ايش اسوي لها يعني؟ شكلها واحدة مرة معقدة، وصراحة انا طفشت من العقد اللي في السعودية، يعني ما صدقت هربت من هناك واجي هنا الاقي نفس العقد. اقول انا واحدة حالي حال نفسي وما احب اختلط في احد. هي حالك حال نفسك وما تحبين تختلطين باحد، زين وانا اشوفك من زمان وانت قاعدة تقطين نغزات على فكرة. انت مو اي احد حبيبتي، اصلا انا اقدر اعيش من غيرك. زين بس ترى البنت ما قالت شيء، كل اللي قالته مو غلط، قالت انها بس عشان شكلها قاعد تتعرض للمضايقات. اوكي، حتى انت يعني شكلك مسلمه زيها، بس ما بيجيك مضايقات. يا ويلك ويلاه لو قلتي لي ستاربكس، اوكي؟ بس خليني افهمك الموضوع. هذيك انسانه متغطيه من فوق لتحت، ما يبان غير عيونها، اوكي؟ فلما احد يشوفها اكيد حيضايق، عشان هي كل احد، يعني كيف اشرح لك؟ هي بتشوف كل احد وبتميز كل احد. بس ما حد يقدر يميزها فيضايق، فاهمة؟ السالفة سالفة تعويدة، لما يتعودون عليها خلاص. سواقنا من كثر ما تعود علي والله العظيم عارفة وعبايتي على راسي ومغطية وجهي يقدر يطلعني من بين ألف واحدة. يعني شفتي هذه اللي قدامنا الهبلة هذه، تدرين ما تدري ايش ملتها، يمكن مسلمة بوذية يهودية مسيحية، لا مو مسيحية، مسيحية لا لأن صبغتها غامقة شوي المسيحية. المهم لا لا لا، انا اعطيها يهوديه مثلك كذا مع كشتها ولونها، اعطيها يهوديه. انت ما عندك غير يهود يهود يهود، تراها ديانه مش شتيمه. وبعدين لا تنسي عيال عم المسلمين، ها عيال عم المسلمين. لا يسمعك اخوي محمد يا شيخ، بغى يقط نفسه بالطياره بس لما حس ومزحت معاه قلت له الطياره فيها يهود. كأني عرفتها هذه. على فكرة تراها سعودية، هذه كانت معانا في الطيارة واحنا جايين من السعودية. تتذكرين سالفة محمد اخوي اللي كان ميت عليها؟ ترى هذه صدق صدقت عليها يوم قالت المظاهر خداعة. تعالي والله محمد اللي ذبحني. الحين جايبتنا من اخر الدنيا كلها عشان تدخنين سيجاره، خلصينا بسرعه دخنيها. بعدين ايش عليك من العالم، شافوك ولا لا؟ ايش دخلهم فيك اصلا؟ يا شيخه ماني ناقصه كلام الناس، انا دحين استني لسه في قهوه، ترى الكلاس بيبدا بعد 10 دقائق، يعني خلصينا سريع سريع دخنيها ونرجع. هذا لك يا ابله سلمى، وهذا لك يا انت. يا انت في عينك سهله وجهك، حتى انا بعد اسمي ابله ساره. قصدك هبله ساره. الحين هي بدل ما تطيح من عينك اللي مطلعتنا وجابتنا هنا عشان تدخن قاعدة تقولها أبلة سلمى؟ وش فيها؟ أصلا الدخان للرجال، بعدين أبلة سلمى عن عشر رجال أصلا. طيب ما تعزمين شيء؟ ما تعزمين؟ سليدك انسى الموضوع، ترى الدخان غالي بابا، الباكت الواحد بتسعة دولار، يعني ما في أمل إنك أنت تدخن. وهذا اللي همك الفلوس؟ ما همك يعني صحة أخوكي؟ حبيبي الدخان ترى مرة مضر، لا تسمع كلامه دحين. أنا يا رب الله يهديني وبطل إن شاء الله. ترى
ترى ما يناسب لك كذا تنصحين وانت قاعد تدخنين، على الاقل خلصي سيجارتك بالاول وبعدين تعالي انصحي يا ابله سلمى. ايش العين اللي اديتني اصلا ما ولعت؟ ها طفيناها وما ولعناها ولا سوينا شيء. يلا يلا قوموا قدامي في القهوه. تعال دقيقه ساره، ما كان هذيك البنت اللي معانا شفناها في الطياره؟ اه ما شاء الله عليك قدرت تميزها من هالبعد. يا بابا انا كانت معاي في الاسانسير، طالعه معها في الاسانسير ما عرفتها. الاسانسير؟ اي واحد؟ متى؟ نسيت اقول لك، كنت بقول لك بس قلت اخليها مفاجاه. شفتها معانا في الاسانسير، وعلى فكره هالمره يعني هالبنت بالذات سالت عنك. اوكي يلا خلينا نمشي. يلا المهم فالروحة نسيت اقول لك، تذكرين هذيك البنت مع اخوها اللي كانوا معي بالطياره؟ اي المهم كنت رايحه اشوف جيسيكا وظهر انهم ساكنين بنفس العماره. اي المهم اسمعي، ركبت معاهم الاليفيتر. لا البنت لحالها والظهر معاها واحده جداويه شيء كذا، عرفت من لهجتها. المهم على بالهم اني واحده امريكيه. ايه لا ما علينا، بس انتي لو سمعتي سوالفهم وكلامهم. السلام عليكم. هلا لطيفة. وعليكم السلام، شو اخبارك؟ والله الحمد لله بخير، انت شلونك؟ الحمد لله. شو تسوين؟ جالسة اسوي هوم وورك لبكره، قلت دام اني فاضيه خليني اسوي الحين. ما شاء الله شكلك دافوره. وين ساره وسلمى عنت؟ راح الكوفي شوب. هي ازين ان ما رحتي معاهم. ليه؟ ما ادري حسهم بيصلحون لك. دليتوا البقاله العربيه اللي قلت لك عنها؟ اي الله يجزاك خير، امس رحنا انا وامي شرينا شويه اغراض. اي زين انكم رحتوا امس، ما كان يوم احد. ما فهمت. افهمك، احنا مسوين جدول لكل واحد له يوم يروح البقالة العربية، واذا يعني يضطر انه يروح يوم غير يكلمه عشان هو ما يروح هناك. بعد ما فهمت شلون اذا كان يوم احد ثاني يكلمه قبل. تدرين كثير من الشباب السعوديين هنا جايبين زوجاتهم معاهم، منهم محجبات منهم منقبات، ويروحون البقالة العربية، ومن على الاحراج ما يحبون يلتقون باصحابهم السعوديين هناك. قلنا نسوي جدول اريح. من جدك انت ولا تمزحين؟ ما امزح حاج، هذا الجدول. طيب انت هنا قدام الناس والكل يشوفك، غير معروفهم هذولا، وانا بعد زوجي مو متشدد مره، بس بعضهم متشددين. المهم انا عطيتك يوم الاثنين، واذا بقيتي تروحين يوم غير دقي علي. يلا انا بروح، مع السلامه. مع السلامه. من صدقك انتي؟ اي والله انا اول ما قالت لي احسبها تمزح، بس من جد طلعت لي هالجدول. وانت ليش تسكتي لها؟ يا شيخه قولي لها تبلبل وتشرب مويته، وبعدين بكيفك. وين لما تبغى تروحي روحي. من قال لك انا بسمع كلامها؟ عاد استنوا لو امي تعرف، والله لا تعاند وتبلط لها في هالبقاله. تستاهل. وانا بروح معاها، وريني الجدول خلينا نشوفه. يا سلام، هي تروح الاثنين؟ لا هي حطتك الاثنين وهي تروح الخميس؟ لا السبت. ليش يعني؟ عجبني يوم الخميس يوم العزاب، انا عن نفسي بروح عزبه. خلاص يعني ما حنروح القهوة هذيك اللي جنب المعهد؟ ليش نفسي افهم بس انت ليش تبغى تمشيني كل هذه المسافة عشان قهوتك؟ لا يا شيخة اصبري علي، السالفة كم شهر تبرد، وبعدين يا كثر ما مشيتيني مشاوير وديتيني معك لاخر الدنيا كل عشان حضرتك تبغين تاخذين سيجارة تدخنين وما تبغين احد يشوفك. يلا حبيبتي اشربي قهوتك هنا ودخني هنا، ولا تخافين ما حد داري عنك ولا حد جايب خبرك. على قولتك، من جد
خي شو جت الهبلة؟ هذه انت ما تتذكري احنا ايش قلنا عنها؟ كل اللي قلناه هبلة طويلة غامقة شوي كأنها يهودية، بس انتي طبعا قلتين هذه مو سبة. لا يا حبيبة قلبي، هذا كله طلع من فمك انتي مو انا. انت دايما كذا تدخلين عني في اصعب المواقف، وانتي دايما تحطي نفسك في المواقف البايخة. ايش اسوي لك؟ زين انا بروح اكلمها. ليش؟ ايش تبغي منها دحين؟ ايش حتقولي لها؟ بعتذر لها عن الكلام اللي كله طلع من فمي. بلا هبل واجلسي، كمان هي شكلها ترى ما تبغى تتكلم معانا. مو بكيفها حبيبتي، تتكلم يعني تتكلم. وي كيف يعني مو بكيفها؟ انت لازم تتهزئي في كل كوفي شوب تروحي دحين. شوفي انا ما ابغى اراء انهزاميه، وبيني وبينك انا متراهنه مع محمد اخوي على $100 اني بروح اكلمها. لا وبصير صاحبتها بعد. تدري ايش يقول؟ يقول انه هذه فوق مستواي. والله انت واخوك حتجننوا اهلي. مسكين عاد المدرسه حقته معطيته 5/10 اعتقد، وضايق صدره، خلوه وسع صدر المسكين. اقول لو سمعت شيء مخانق ولا حاجه بقول لك من دحين، ترى انا مالي دخل. خليك باي. مرحبا. اكسكيوز مي. تكلمي عربي. سامعت تكلمين صاحبتك في المطار. والمطلوب؟ ابدا، بس حبيت اعتذر منك على الكلام اللي سمعتي منه في الاسانسير. لا عادي، كل واحد يقول اللي يبي. اتس اوكي. اها انتي تدرسين في الجامعة؟ ايه. اوكي، اي سنة؟ اولى. خلصتي معهد؟ لا، دخل جامعة على طول. دخلتي جامعة على طول؟ شلون؟ مو المفروض انه يعطونك اول سنة لغة وبعد كذا تدرسين جامعة؟ انتي على طول كذا دخلتي جامعة دراسة من جد من جد؟ ومين هذول اللي يعطوني؟ الملحقية. لا انا جاية على حسابي الخاص. اها اوكي زين. انت ساكنه معانا في نفس العماره؟ هذاك اليوم كان اول مره اشوفك فيها. لا كنت جايه ازور صاحبتي. اوكي بس عمارتنا ترى كلها اجانب، عفوا يعني العرب بس احنا. She's American. اوكي صادقين امريكيات. يلا احنا حتى السعوديات مو قاعدين يعطونا وجه. ايه يا شيخة كذا اضحكي، والله العظيم خلتني كذا حاسة اني كأني قاعدة احقق معاك. وانت الله يهداك ايش قاعد تسوين بالضبط؟ ولا شيء. زين ايش رايك نقوم نقعد برا؟ اعرفك على صاحبتي سلمى، هي مستحية تدخل عندك. مستحية مني؟ ليه؟ مستحية تسلم عليك يعني من ذاك الموقف اللي في الاسانسير. ترى هي ما قالت شيء. يما منك تذكرين من قال ومن ما قال. زين بس ما قلتي لي شو اسمك؟ انا رغد. اوكي وانا ساره. حياك. هذه رغد تدرس في الجامعه على حسابها الخاص، بس ما قلتي لي شو تدرسي؟ اخراج. اخراج؟ يس. عشان كذا على حسابك الخاص. ما فهمت. أقصد الملحقية ما وافقت على التخصص؟ لا بالعكس، تخصص الإخراج في جامعة الدرسة والملحقية موصى بها، بس أنا أنتظر يضموني للبعثة. متأكدة أنت؟ ترى ملحقيتنا كل ساعة براي. إيه متأكدة. غريبة والله، ملحقيتنا درس البنات إخراج وأنا آخر من يعلم. وانتي ايش دخلك في الاخراج؟ يعني فجأة حبيتي؟ لا مو سالفة اني حبيته، بس ابي اعرف اذا كان في اخراج معناته اكيد في شيء ثاني غيره موجود. ايوه الملحقية عندها تخصصات كثيرة يمكن انتم ما تدرون فيها، بس يحطونها على الموقع شوفوا. لا يا اختي انا من صنف ما وجدنا عليه اباؤنا واجدادنا. على العموم اذا انتي بالمعهد لسه عندك وقت تغيرين في تخصصك. صراحة انا ابغى ادرس تأمين.
وانا لو الود ودي درست تصميم ازياء اموت فيها التخصص، بس شو اسوي؟ امي مستحيل توافق. لما قلت لها بدرس تصميم ازياء قالت شنو؟ وش تبين تشتغلين يعني خياطه؟ شوفوا شلون تفكير امي راح. يلا امي حالها حال اي ام سعوديه، بناتها كلهم تبغى يصيرون مدرسات ومتزوجات وعندهم عيال، لا وساكنين في نفس الحي بعد. والله يا ريت طلعتي انت مصممه، ترى مره حتنفع 100%. يعني لبسك شويه غريب. غريب؟ ايش الغريب في لبسي؟ I like your style، احسه كذا فانكي. لا يفوتك، شوفي اصلا هي ايش مسويه. هذا كان ما اعرف كيف وما ادري كيف صار. صحيح والله، بصراحه انا اول ما شفتك داخل يعني حسيت ان ستايلك فانكي، عجبني. كذابه في عينك، اصلا انت اول ما شفتيني ما كنت طايقتني ولا كنت حابه تشوفيني، بس قاعده تجاملين الحين، عارفك انت تنافقين. ما الومك من بعد الكلام اللي قالته عليك سلمى. ليش؟ ايش قلت؟ ها نزل؟ لا بس مكتوب تم ايداع المخصصات لهذا الشهر. فين مكتوب؟ على صفحة سعوديون في امريكا في الفيسبوك. ادخلي ضيفي الصفحة واقرا التعليقات اللي فيها. مسخرة. وانا هذا اللي ناقص اقعد اضيف السعوديين اللي في امريكا على الفيسبوك؟ انا ما قد ضيف السعوديين، قد ضيف الصفحة واقرا التعليقات حقتهم وشوفي يمكن يعجبك يطلع لك موز اثنين ثلاثة اضيفيهم. انا عن نفسي ضفت اثنين مرة واحدة. اثنين حبيبتي اتهني فيهم، انا مالي في الهرش هذا كله. المهم شوفينا انت بس حكاية الراتب ومتى حينزل. محمد يسوي ابديت للحساب كل ثانية، وصدقيني لو كان نزل كان تلاقيني عندي الحين يبغى بطاقة الصراف. anyway في واحد هنا لو تقرين تعليقه قاعد يقول انا طفران وما عندي الا كيس واحد نودلز، اخاف اني اكله بكره اموت جوع. يا حرام رحمته. قولي له ينام خفيف احسن له. تصدقين فكره؟ والله بكتبها. لحظه انت ايش تبغين تسمعين؟ فيروز. ايش جوك هذا؟ فيروز حقت الصبح. انا راح اسمعك شيء ثاني. جوك هذا الغبي لازم يتغير. لحظة. اوكي؟ نسيتني قولوا لا ليش بغيت تهبلني، قولوا لا ليش نسيتني قولوا لا ليش بغيت تهبلني. قومي يلا سلمى يا خديجة يا خديجة غير رشاينة. يا خديجة يا خديجة مو احنا دايما نسمع اسعافهم واخلاقهم ومشاكلهم وهواشهم ولا عمرنا يا خديجة غير رجعين الطار. ماما شوفي خلاص ما نبغى هذا الشيء. شوفي واحد ثاني ايش كاتب هنا، والله رحمته بعد. هذا حاله نفس حالك بالضبط، يقول مو لاقي غير سيجارة واحدة عنده في البكت ويخاف انه يدخنها وبكرة ما ينزل الراتب. لا 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 قولي له انا لسه عندي باكت لسه ما دخنته. والله ما بقول شيء. المهم ايش رايك نكلم عليا تجي؟ امها ما حتوافق. وليش ما توافق؟ كل اللي بينه وبينهم كم دور. المهم قومي هوي الشقه وافتحي الشبابيك خلي ريحه الدخان تطلع. حرام لا تصدمين البنت اكثر ما هي اصلا مصدومه. انت كلميها اول بعدين نشوف. الو هلا علاوي كيفك؟ ايه خلاص بسميك علاوي من اليوم ورايح. زين تعالي شقة سلمى قاعدين انا وياها نستنى الرواتب. تجي؟ يلا نستناك لا تتاخرين. باي. ها حتجي ولا حتسال امها؟ يا الله انت ايش فيك حاطه دوبك ودوب امها؟ البنت قالت اي راح اجي، حتى ما قالت راح اسال امي. زين يلا قومي افتحي شبابيك. طيب فهمنا.
Are you going up? Yes. الجامعة بتعطيني جدار واحد وطاولة واحدة لكل المشتركين العرب، يعني لازم جميع المشاركين ياخذون فرصتهم بالتساوي. ايه مو مشكلة، انا فاهمة هالموضوع، بس يعني هالسنة لازم نسوي تغيير، شيء فريش. يعني مثلا عندك مبارك تعرفه طبعا، كل سنة يسوي لنا نفس السالفة، يجيب لك التمر، يجيب لك القهوة، يجيب لك عقال ويجيب لك شماغ، يعني خلاص الزاوية كلها راحت على الاكل واللبس. واحنا الخليجيين ايش عندنا غير الاكل واللبس؟ وعلى فكرة السنة اللي فاتت يبنى الغترة ويبنى العقال وجميع الامريكيين وقفوا وجربوا ولبسوا. مو مشكلة اذا كان على العقال اوريدي، يعني مبارك بيجي وهو لابس هذا الشيء، خلاص يجربونه من عندهم. احنا عندنا اشياء ثانية في ثقافتنا لازم نوعيهم عليها، نشاركهم فيها. طيب خليني اكلم مبارك. شوف انا قلت لك اللي عندي، بشارك تحت شرط واحد بس، انك تعطيني زاوية للمرأة السعودية هذه السنة، غير كذا انا يعني مالي دخل هو مبارك ايش بيسوي بزاويته، خلي هو يمثل رجل سعودي وخليني انا امثل امرأة سعودية. بس يا رغد المساحة المخصصة لنا ما راح تسمح ان نعطي لكل بلد عربي قسم للمرأة وقسم للرجل. بليز عاد رائد، يعني كل سنة الرجل السعودي هو اللي يشارك بهالمهرجان ويعطي كل اللي عنده، خلونا يعني كذا سنة للمرأة السعودية. ايش بتسوي؟ شنفحم اللي انت جايبته هذا، ولا بكره ما يشتغل، كم صار لي قاعده احاول اولع. خلاص حبيبتي انا عطرت الغرفه. هذا اكيد محمد انزلت الرواتب وجاي يطق. علي ايش فيه؟ مويه مويه بسرعه. صار لي موقف مرة مرعب، بغى قلبي يوقف من الخوف. سلامة قلبك حبيبتي، ايش صار؟ انا طلعت من البيت جيت اركب المصعد، لقيت في واحد امريكي لحاله. المهم نظراته ما ريحتني صراحة، تعوذ من ابليس ودخلت الاسانسير، وهو نزل من الاسانسير. انا من الربكة نسيت اضغط على الدور السابع، الا الاسانسير نزل فيني للدور الارضي. رجعت ضغطت الدور السابع، انا ما ادري هو دور سابع ولا سادس، المهم طلعت فوق. يوم نزلت من المصعد رحت للشقة اللي فوق شقتك على طول، ودقيت الجرس الا يطلع لي نفس الرجال. حرام عليكم انتم تضحكون، قلبي بغى يوقف. تخيل الموقف، لو انا خفت انه يخطفني. يا بنت الحلال وين يخطفك؟ تروحين للرجال برجولك وتوقفين عند باب شقته وتطقين عليه الباب وتقولين بيخطفك؟ انا من الربكة ركضت على الدرج، بدل ما انزل تحت طلعت دورين فوق ورجعت نزلت ثلاث ادوار تحت. خفت اروح لامي بهالحالة، اتحلف اني ما ارجع اطلع لحالي. صراحة وضعك ميؤوس منه، بس تعالي الرجال اللي فتح لك الباب عساه بس موز. والله انك فاضية. موز؟ انا اشوفه شيطان بوجهي، وين ما اروح يطلع لي. يا شيخة حرام عليكي، فجعتي اهلي، حسبت شي شال لامك لا سمح الله. المهم شوفي انا شقتي في الدور كم؟ الرابع. لو بغيتي تجيني تعالي لي في الدور الرابع، مو تروحين الخامس ولا الثالث وتطقين على الناس ابوابها وتتبلين على خلق الله. انتبهي.
Hello, Zara. Thank you for the book. You're welcome. Are you going to the class trip? To where? To the art museum. Yes, I'm going. You're going, right? Yes, Salma's going too. Okay, what time we will leaving from here? Well, the bus leaves at 3, but we can just meet up there. Okay, we will take the school bus. Cool. I'll see you then. See you. أحليلها. صدقين كده صغيرة ومتشكنة ما. بس أنتي جادة تبغين تروحين المتحف؟ إيه ليش لا؟ قرأت عن متحف فيلادلفيا كاتب إنه حلو. إيش فيه؟ كله صور معلقة يا أختي، تدخلي جوجل وتفرجي عليهم، أنا أبداً جو المتاحف مو جوي. ها؟ إيش سويتي؟ إيش سويت؟ سجلت جي آر إي مع عليا، أنت الخميس والتلوت صح؟ أها مع جون. إي هذا هو. الحمد لله أنت تخصصي ما يحتاج أهلي تسوون هذا كله، أنا ديني ودين الرياضيات، أنا ما أقدم حياتي بدراستي لجدول الضرب، ما أدري جداول الضرب حقتهم. شيخة جات على الجداول. المهم ترى في تعديل في الخطاب. اوكي. سارة، can you read the last paragraph please? وين وصلوا؟ 15. دحين انت حتكنسل الرحلة كلها عشان تروحي تقابلي مدري شو اسمه؟ فيكم تتساسرون؟ تتساسرون؟ احنا ما نتساسرون. المهم ما في شيء، خلاص انا بضبط لك الوضع. ساره وش السالفه؟ ولا شيء يا ماما، قلت لك ولا شيء، بس تعرفين سلمى تحب الدراما. نسيرك بتعترفين. Hi girls, how you doing? Sarah, I like your hair. Thank you. Guess who's this? Your sister? No, you know her and you know her name and you see her every day. Oh my goodness, is that you, Alia? Yes, it's me. Wow, you look so different. You look so beautiful and skinny. You shouldn't hide all that. Well, if anyone should cover, I think I should. No. You know what? You look like a famous Arabic singer. You are just like her. So beautiful. Oh, Sarah, that's very sweet to say. Thank you. Are you going on the school trip, you girls? We don't know yet. Okay. All right. Well, I'll see you later. Okay. Bye. انت لازم تحجني كده، ما تضبط لي حركاتك. لا يمين المشهورة هذه اللي شبهها. صدقتي اختي قاعده ترفع معنوياتها حرام. وينها سلمى؟ تاخرت. اتوقع راح اجيب لها قهوه. قهوه؟ تونا كنا في استراحه الطلبه، ليش ما طلبت من هناك وخلصتنا؟ القهوه مزاج، وانت عارفه سلمى راعيه مزاج. وبعدين انت اصلا شم عجلك يعني. باص المعهد بيروح علينا. احسن خليه يروح. هي الرحله بكبرها انا مو مقتنعه فيها من البدايه. انا بدق عليها. لا لا لا، انا بكلمها. لحظة. ألو، وينك سلمى؟ لا احنا برا، يم المعهد على طول. لا ما بعد. اوكي يلا باي باي. ها وش قالت؟ هذه قريب جاية. صح نسيت اقول لك، ترى احنا قررنا انا وسلمى بالنيابة عنك ان احنا ما نروح للمتحف. طيب اذا انتم مو رايحين انا ماني برايحه، وش مقعدنا هنا؟ يلا مشينا. على وين؟ على البيت. لا لا ما كملت لك بقيه القرار، وراح نسوي شوبينج. لا ما اقدر. وش اللي ما تقدرين؟ ابوك تو جاي من السفر، امك مشغوله معاه، يعني هي بحولك. انت قلتيها تو جاي وراجع بكره. لا وماخذ امي بعد. امك بتروح السعوديه؟ اي جدتي تعبانه وفي المستشفى، بتجلس اسبوع وتجي. الله يشفيها. ايش فيها هي؟ قولي وش ما فيها، مسكينة كبرت. اوكي طيب روحي الحين وكلمي امك وقولي لها ان احنا بنروح وبنتاخر شوي. لا 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 تدري شلون، قولي لها ما بنتاخر، قبل ستي بنرجع. روحي كلميها. وليش اكلمها؟ بخليها تجي معانا. لا
احنا بنروح بنمشي على رجولنا وبنطول. مسكينه ترى بتتعب ما بتستانس. ما بتستانس؟ والله يا ساره انت ما انت بخاليه وراكي شيء. لا حول ما وراي شيء ولا شيء. قومي انت كلميها الحين ولا تدرين؟ قولي لها بنروح الرحله ويمكن اتاخر شوي. لا يا حبيبتي انا ما اعرف اكذب. بقول لامي اني بروح مع البنات اصلح شوبينج. اصلح؟ اصلح شوبينج؟ مكسور هو عشان تصلحينه؟ احنا نتكلم كذا يا ساره. ها قررتوا فين حنروح؟ مول ولا متحف؟ مول طبعا اي متحف، بس علي راح تكلم امها. ها اقنعتيها؟ اكيد بقنعها واقنع ابوها بعد، ايش دعوه ما تعرفيني؟ المهم ترى ما قلت لها الموضوع كامل، اذا رحنا هناك انا كذا بروح شوي برجع لكم. يا سلام، تروحي فين ان شاء الله؟ وانا ايش اقول لها ضعتي؟ ضعتي؟ لا تقولي لها ضعتي، قولي لها انه انا رحت الصراف اصرف فلوس، رحت لدورات المياه، جاء محمد وطلب مني شيء، رحت اعطيه فلوس، اي شيء. يا اختي تصرفي، ما تعرفي تتصرفين؟ لا ما اعرف اتصرف. بعدين انا لما اكذب يبان علي، فلا ما اقدر. الله يا الدنيا يا الصادق الامين انت. يلا يا بنات، كلمت امي قلت ما راح نتاخر. طيب اي باص بناخذ؟ 35 بس كم محطه ونغير. اوكي يلا يلا. لحظة. ألو هلا هلا، أنت وينك وصلت؟ زين أوكي أنا راح أجيك، راح أجيك بس ما أقدر أطول. أوكي يلا أوكي ما راح أتأخر. باي باي. أنا بروح لمحمد بعطي فلوس. أوكي هذا محمد. اي عارفه انه محمد. طيب احنا بنستناك في المطعم. يلا يا سلمى.